الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى رسل الله أجمعين، وبعد. فالعلم قيمة كبيرة، حتى أننا نجد نبي الله موسى عليه السلام يسعى لطلب العلم ويسعى إلى العبد الصالح الذي ذكر المفسرون أنه الخضر، وذهب إليه سيدنا موسى عليه السلام، انطلق مع فتاه إلى المكان الذي أرشده الله عز وجل إليه، حتى تجاوز هذا المكان فقال لفتاه، فقال سيدنا موسى عليه السلام فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. انظر ماذا كان من سيدنا موسى عليه السلام وهذه الوقفة الأولى. سيدنا موسى خرج للقاء العبد الصالح الذي أرشده الله أو أمره الله بالذهاب إليه ولتعلم العلم، وكان هذا هو المنتهى الأمل أن يلقاه في هذا المكان. نسي الغلام أهم مهمة تكلف بها أو أهم مهمة كلف بها من موسى عليه السلام، وهي مراقبة حركة الحوت وشأن الحوت في المكان الذي ينطلق فيه في البحر، وهو المكان الذي عينه الله عز وجل لسيدنا موسى للقاء العبد الصالح كعلامة أو أمارة. عندما ينطلق الحوت من المكتل في البحر ستجد العبد الصالح. لا، ماذا كان من سيدنا موسى؟ هل أخذ في تأنيب فتاه؟ لا، قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على أثرهما قصصا. ونتعلم من هذا حسن معاملة الصاحب والخادم والأجير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خوالكم، خدمكم إخوتكم، جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان أخوه سماه النبي صلى الله عليه وسلم أخا لك في الإنسانية على أقل تقدير. إخوانكم خوالكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم من العمل ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم عليه. هذا هو الإسلام، وهذه أخلاق الإسلام مع الضعفاء والخدم وصغار العمال ومن يعملون في المهن الشاقة. ومن نعم الله عز وجل على الخلق إما أن يجعلك خادما أو يجعلك مخدوما، فإذا كان قد من عليك وتفضل عليك وجعلك مخدوما فشكر هذه النعمة إلى أن تحسن إلى من سخاه الله عز وجل لخدمتك، لا أن تتطاول على خلق الله، ولا أن تستطيل على خلق الله، ولا أن تتكبر على خلق الله، ولا أن تستعلي على خلق الله. فالأمر كله في يد من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وتلك الأيام نداولها بين الناس فاحذر تبدل الأحوال. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. سيدنا موسى عليه السلام جاء لطلب العلم، لكن القرآن قدم الوصف بالرحمة فقال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا قبل العلم، لأن العلم ما لم يكن رحمة لأهله ولصاحبه وللناس فلا خير فيه. ولذا قال موسى ويقول الحق سبحانه وعلمناه من لدن علما، العلم اللدني، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قال له موسى انظر إلى أدب الطالب مع الأستاذ وأدب المتعلم مع المعلم. من هذا المتعلم ومن الطالب هنا؟ الطالب هنا والمتعلم هو نبي الله، هو كليم الله موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل. يقول لمعلمه، لمن يأتي يطلب العلم على يديه، يقول له هل أتبعك؟ بمنتهى الأدب، هل تأذن لي؟
قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت؟ لم يقل أيضا علما، وإنما قال على أن تعلمني مما علمت رشدا، لأن العلم النافع الذي يكون سبيلا للرشاد والرحمة والإنسانية هو العلم الذي نبحث عنه، لا العلم الذي يؤدي إلى العنف وإلى القتل وإلى سفك الدماء كما تدعيه هذه الجماعات المتطرفة والإرهابية على أنه علم، ولا هو لا من العلم ولا من الدين في شيء. قال له العبد الصالح: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت، أول مرة لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، وهنا لم يستطع سيدنا موسى عليه السلام أن يتحمل. قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ في المرة الأولى عند خرق السفينة قال: ألم أقل إنك لن تستطيع. هذه المرة زاد الكلام تأكيدا: ألم أقل لك، نبهتك أنت إنك لن تستطيع معي صبرا. وهنا الأدب، قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدران بيتا حائط يريد أن ينقض، أوشك على الانقضاض على الهد، فأقام. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فأنا خرقتها ثم نصلح العيب بعد أن نفوت أخذها على الملك، فأيهما أفضل، أن أعيبها مؤقتا أو أن يستولي عليها الملك من هؤلاء الفقراء الضعفاء من أصحابها؟ وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. ثم يأتي إلى الجدار: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. قال بعض علماء الأب كان الأب، وبعضهم قال الجد، وبعضهم قال كان الجد السابع، وهذا تأكيد على أن صلاح الأب يمتد إلى أبنائه وأحفاده. يقول الحق سبحانه: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أبناؤك في كنف الله، في حفظ الله. ألم يقل الحق سبحانه لعباد المؤمنين: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، حتى في لحظات الموت أولياؤكم، لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك، لا أنا ولا أنت، أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري. وفي هذا على الإنسان أن يطلب العلم، وأن يعلم أننا جميعا كما قال الحق سبحانه: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال سبحانه: وفوق كل ذي علم عليم. ثم علينا أن نرضى بما قسم الله. يقول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم، فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. النعمة أن ترضى بما قسم الله لك، لأن الخير بيد الله، ولو علمتم ما في الغيب لاخترتم ما في الواقع.
ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: عجبا للمؤمن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ما أحوجنا إلى الشكر عند السراء والصبر عند الضراء. أسأل الله أن يحسن أخلاقنا، وأن يرزقنا الرضا بقضائه وقدره، وأن يرزقنا حسن الفهم في دينه، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نسأل الله أن يجعلنا من المقبولين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.